إذن أركان الإسلام خمسة. سلزي ناي إسلمنا عندتات حمشتي. الشهادتان. كلتا ناي مسكر النت قال مهاب. إقام الصلاة يعني لابد أن تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله. بل قال أي تدمى صلاة بقبؤن بتر بزعززون ملكع صلاة مسكال مالت. إيتاء الزكاة ما معناه؟ مصوات مهاب مالت انتاي مالتي. لابد نأخذ الزكاة من أموال معينة. أتي جنزب كابتم هفاتم زخون سبات يوسد مو في وقت محدد من السنة الهجرية بتي ناي هجرة قصاصرة زتوس سنة جزية بمقدار معين زتوس سنة جنزب ملك عمال إلى أصناف ثمانية نتوم شمون تعين السبات كابتم حادي ومهاب بعد هذا صوم رمضان تحريو مبر ربعيتي عند دماء رمضان مصام مالتي وحج بيت الله الحرام لمن استطاع لي سبيلا عمز اللو كنتاتو زتمال اللو سبات دم حدا قزي بعدميو ناي حج مقبار مالتي بناء الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة سلزي ناي اسلمنا اسلمنا عند زخونو بزن حموش تعينتها تبدأ بالإسلام وترتقي إلى الإيمان والله أعلم سلزي اسلمنا خنبل كلنا كاب إسلام جميرنا سقع لعل زلو درجان خيد مالتي.